يخرج بفوايد روعة ومتعة وتحدي وذكاء وجوائز من بعد عنا ومعانا أكثر وأكثر معلومات حلوة وأداء اهدأ وهدي ماشي التحدي عندك وعندي ماشي التحدي ماشي التحدي اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقه الجديده من ماتش التحدي. حلقتنا اليوم من هنا من هذا المكان الجميل في وادي الضباب، هذا الوادي الذي يعتبر سله واحده من السلال الغذائيه في اليمن، والذي يقع تقريبا على بعد 3 كيلومتر من مدينه تعز، ويقع على جانبي الطريق الرابط بين تعز والتربه. هذا الوادي الجميل واحد من الاوديه التي دائما تعتبر ملجأ لسكان تعز وغيرها من المحافظات من أجل التنزه وقضاء الأوقات الجميلة، واحد من الأماكن السياحية اللي أتمنى أنا حقيقة أني أشوف فيها منشآت سياحية، ربما لو تم استثمارها بشكل صحيح قد تكون واحدة من المقاصد السياحية داخل اليمن. وأتوقع أن حلقة اليوم تكون من الحلقات المميزة في هذا المكان الجميل، تابعونا. اهلا بكم يا شباب، حياكم الله، الحمد لله على السلامه. جاهزين؟ خلينا نشوف يا شباب مين اللي حيفوز اليوم، الازرق ولا الاصفر، الاصفر ولا الازرق، هذا اللي حنشوفه. اللعبه الاولى لعبه جائزتها 100,000 ريال، اللي حنعمله الفريق واحد من الفريق حيكون في البدايه واقف او جالس على الكرسي، زميله وراه والزميل الثالث في الخلف. الأول عنده السطل اللي مليان ماء، حيحاول يعبي السطل اللي مع زميله في خلفه بس بدون ما يلتفت، يمسك السطل. والثاني حيحاول إنه يسكب الماء اللي عنده لزميله اللي وراه اللي في الخلف، ثالث واحد معاه علبة صحة. الفريق الفائز كل فريق معه 3 دقائق، الفريق اللي حيعبي أكبر قدر من علب الصحة هو الفائز. أنت وجهدك، لا عبي قد ما تقدر، عبي قد ما تقدر. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. أنا محمد حمود أحمد سعد، يا طالب جيت المشاركة في مسابقة ماتش التحدي، وكل أملنا إن شاء الله الفوز على الفريق الأصفر. عبد الباري يحيى حسن حزام، أجي سابق بماتش التحدي، إن شاء الله نفوز على الفريق الأصفر. أنا سامر نبيل، عامل وجاي أشارك في برنامج ماتش التحدي، وأمري بالفوز على الفريق الأصفر. إذن مع إشارتي حيبدأ الفريق الأزرق الآن في البداية، سامر حيكون في البداية وراه محمد وفي الأخير عبد الباري. نشوف الآن إذا كانوا خلال 3 دقائق كم حيعبوا. طبعا الثلاثة مغطين على عيونهم، بالتالي ما حد شايف إيش اللي وراه وما حد شايف كيف الماء بينسكب. حيحاولوا عن طريق الصوت، ربما استراتيجيتهم عن طريق كل واحد يشوف صاحبه وين، يتواصلوا مع بعض عن طريق الصوت، ونشوف مع بداية الإشارة من عندي كم حتقدروا تعبوا علب صحة خلال 3 دقائق. جاهزين شباب؟ وقتكم 3 دقائق تبدأ من الآن، تفضلوا. يلا، هذه البداية الحلوة من عند سامر. الله 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 الله، ضربة مباشرة من سامر لمحمد.
يحاول الآن يحاول. برافو، يلا 20 مرت 30 ثانية وأنا شايف إنه سامر ما شاء الله. عبد الباري عبى علبة، عبد الباري مركز، عبد الباري مركز تمام. برافو عليك يا عبد الباري، برافو عليك يا عبد الباري. الثالث يلا، برافو. الشباب بيتواصلوا بالصوت، هذا صح، هذا هو الشغل الصح. علبتين علبتين، السادسة السادسة، سبع علب، ستوب، خلاص وقف. هذه 3 دقائق بالضبط، الفريق الأزرق عبوا فيها 7 علب وربع، 7 علب وربع. أنا محمد طارق الحداد، خريج طب أسنان، جينا اليوم نشارك في برنامج ماتش التحدي وإن شاء الله بنفوز على الفريق الأزرق. أنا اسمي حمزة بن صالح، في أمل أن أنا أفوز على الفريق الأزرق إن شاء الله، بهزمه بنص المليون إن شاء الله. أنا إبراهيم محمد عبد الله الرامسي، أتيت للمسابقة في ماتش التحدي، ولنا الأمل بنفوز على الفريق الأزرق إن شاء الله بالنصف المليون، وإن شاء الله الفوز بيكون من حظنا ونصيبنا بإذن الله تعالى. طيب يا شباب، الفريق الأصفر ركزوا معايا، الفريق الأزرق خلال الجولة الأولى جمع 7 علب وربع، حمزة إبراهيم ومحمد جاهزين؟ جاهزين. يلا يا شباب وقتكم يبدا من الان، تفضل تفضل يا حمزه. الان حمزه يبدا بالجوله الاولى، حمزه يبدا بالجوله الاولى، يا سلام. وابراهيم بيعدل محمد، بيلعبها خلفيه، جالس ياخذ دش. ابراهيم يا ابراهيم اسكب وراك، ابراهيم ما قلت انا اخذ دش، ابراهيم جالس ياخذ دش. اول علبه، حلو حلو. العلبه الثانيه، يلا 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 يلا. ابراهيم جالس تاخذ دش، ابراهيم جالس تحمي افاك، ابراهيم يا ابراهيم قاعد تحمي افاك. ابراهيم اربع علب، معنا 6 علب، وهذه العلبه السابعه، هذه العلبة السابعة. أربع ثواني، 3 ثواني، ثانية، ستوب. إذن 9 علب للفريق الأصفر مقابل 7 علب وربع للفريق الأزرق، برافو عليكم إنجاز يا شباب، لكن لسه ما انتهت، لا تكبر ولا تهلل، لسه باقي جولة. المباراة الأولى هي من جولتين، الجولة الثانية حيكون الوقت فيها لمدة دقيقة واحدة فقط. المسألة الثانية ممنوع على أي لاعب في الفريق أنه يتكلم أو أنه يرشد زملائه إلى مكانه. شباب حمزة وإبراهيم ومحمد وقتكم دقيقة واحدة تبدأ من الآن، بسرعة بسرعة بسرعة، يا سلام يا سلام، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يا سلام عليك يا سلام عليك، بسرعة يا حمزة بسرعة يا حمزة بسرعة، الوقت بيمر عليك يا حمزة، ما معاكم إلا علبة واحدة ومر تقريبا ثلث الوقت، ما في إلا تشدوا لحيلكم شوي، شدوا حيلكم شوي يا شباب، نصف الوقت نصف الوقت راح، نصف الوقت راح. يا سلام يا سلام، 40 ثانية، معاكم علبتين، 40 ثانية ومعاكم علبتين. حلوين حلوين حلوين، 40 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني، معانا 3 علب،
2 1 ستوب. معانا 3 علب او علبتين ونص. 3 وهذه 3 وربع 3 ويعني 4 الا ربع. سامر جاهز؟ اسمع منك. جاهز. محمد جاهز. عبد الباري جاهز. برافو عليكم يا شباب، وقتكم يبدا من الان. تفضل يا سامر، يلا بسرعه 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 بسرعه، يلا 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 يلا. اول 10 ثواني، اول 10 ثواني، اول 10 ثواني. برافو برافو يا شباب، يلا حلوين حلوين. هذه لا لسه باقي في العلبه شوي، باقي بالعلبه شوي، 20 ثانيه اخذت تعبوا اول علبه، ما في الا تستعجلوا اكثر من كذا يا شباب. يلا هذه اول علبه راحت، ثاني علبه، سرعه يا شباب، نصف الوقت راح، نصف الوقت راح، 30 ثانيه راحت وما معاكم الا علبه. يا سلام يا سلام، هذه ثاني علبه، في تحسن في تحسن في تحسن، برافو عليكم. هذه 3، يلا هذه 3 علب، برافو 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 برافو. باقي معانا 20 ثانية، هذه 3 علب، هذه 3 علب، باقي 10 ثواني، 10 ثواني، نوصل للأربع ولا لا؟ نوصل للأربع ولا لا؟ برافو، هذه 4 علب، باقي 3 ثواني، 3 ثواني بس، ستوب ستوب. 4 علب ونص. إذن الجولة الأولى أو اللعبة الأولى من برنامج اليوم ماتش التحدي ينتهي بالتعادل بين الفريقين العزيزين، عندنا من ناحية سامر وعبد الباري ومحمد، وعندنا إبراهيم ومحمد وحمزة. ومعنى هذا الكلام أنه 100,000 حتنقسم نصين. خلونا مشاهدي الكرام نطلع فاصل، وبعد الفاصل ننطلق إلى الجولة الثانية من ماتش التحدي، خلكم معنا. المرحلة الأولى كان حق لما يغمض العينين وتسكب لوراك، ما تشوفش، يعني ما تشوفش اللي وراء، يعني ساكت، ما تقدرش تحدد إني أقول لك سكوب ما تسكبش. هذه المرحلة اللي هي صعبة الأولى. الصعوبة من لما على المي، من لما كل واحد هو مغمى، يعني كل واحد يسكب للثاني، زيد تعبيات الدبان. التحدي كان حماسي وممتع، المرحلة الأولى كانت جدا سهلة. مشاهدينا الكرام، الجولة الثانية من ماتش التحدي في هذا اليوم الجميل هنا من وادي الضباب حتبدأ الآن بين الفريقين. الفريقين في الجولة الأولى تقاسموا 50,000 عن طيب خاطر بعد أن فاز كل منهما بجولة. الآن الجولة الثانية أو اللعبة الثانية قيمة الجائزة فيها 150,000 ريال. المطلوب منكم يا شباب تختاروا 2 حيكونوا هم المرساة أو الكرسي، الثالث حيكون هو اللي حيجلس على هذا الكرسي، حيشيلوا أصحابه يمروبه من وراء التبة اللي هناك، مرورا بالطين، مرورا بالحواجز، إلى أن يصلوا ويخارجوه من وسط الفتحة اللي موجودة هنا. الفريق اللي حينهي هذا المشوار أولا هو الفريق اللي حياخذ 150,000 ريال. جاهزين؟ جاهزين. احنا معانا برضو حكم رابع متخصص في ألعاب الطين، الطفل الجميل محمد شملان، هذا لأنهم هذه ألعاب الأطفال، ف هو متخصص في هذه الأمور وهذه الألعاب، فيحكم معانا ويحكم مين الفريق الأفضل اللي أدي أداء أحسن ومين اللي حيوصل بالأول. طيب يا شباب، فاصل قصير وبعد الفاصل حننطلق في المرحلة الثانية من ماتش التحدي، خلكم معانا. إذن مشاهدي الكرام مع أمير محمد شملان اللي حيعطي إشارة البدء. شباب مع إشارة أمير، أمير ابدأ. بدأت الجولة الأولى، خلاص يا أمير حط العلم وابدأ قياس الوقت. يلا أمير، برافو عليك يا أمير. حلوة جدا،
ليش؟ عشان متوترين قبل يلعبوا. كانوا متوترين صح؟ بس خلنا نشوف. إلا الآن أنا شايفهم بيعدوا كويس، يعني عدوا شوف من الطين ما طحسوش، الآن عدوا من الشبك وما عدوش، الآن بيطحسوا في اللوحة. كم مر من الوقت؟ 45 ثانية. 45 ثانية الآن الفريق الأصفر بيحاول يعدي. إلى الآن ماشيين تمام، ماشيين تمام، ماشيين تمام. أي والله، يعني الآن بيحاولوا الشباب، الآن بيحاولوا بيحاولوا. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب. كم مر من الوقت؟ دقيقة و12 ثانية، دقيقة و14 ثانية. يا سلام يا سلام يا سلام. دقيقة و20 ثانية، دقيقة. أها أها، بيمر بيعدي أمانة، جالس يعدي، تقول يعدي كبش من باب المسلخ. يا سلام عليك. هذا اللاعب الأخير ويتوقف الوقت الآن. دقيقة وأربعين ثانية، دقيقة وأربعين ثانية واثنين وتسعين جزء من الثانية. الفريق الأزرق يلا انطلقوا الآن. يلا حلو، وأمير بيساعدني في التحكيم. يلا يا أمير. الفريق الأزرق بيحاول يا أمير، بس أنا أشوف كأن الأصفر كانوا أسرع. أنت من أول جلسة قلت تتوقع الأزرق يفوزوا صح؟ الأصفر كانوا متوترين. طيب ذا الحين أها أها أها. والله شكلهم أسرع، طحسوا طحسوا. مرت دقيقة، يعني هم كانوا أسرع بس جالسين يطحوسوا من أول، جالسين يطحوسوا من أول. سامر جالس يطحس، سامر جاب العيد للفريق، سامر جاب العيد للفريق. يلا يا شباب الآن المهمة الأصعب، كيف تعدوا بصاحبكم من وراء الجسر؟ أها الصوت، الصوت اتلامسين، الصوت طلع. إذا المشاهدين الكرام نهاية الجولة بعد النقاش بيني أنا وأمير الحكم الفني المتخصص، يعني اللي جاي من وسط المدينة عشان يحكم هذه المباراة. أمير شاف إنه الفريق الأزرق تفوق في السرعة لكن أخطأ، عنده خطأين، كان واحد منها الطحسة اللي حصلت هنا فوق الخشبة. الخطأ الثاني إنه شردته بالأسلاك ولمست بعض وطلعت صوت. الفريق الأصفر عدوا منها بسلام، وبالتالي هم كانوا أبطأ منكم صحيح، لكن أدوا بشكل نوعا ما أفضل منكم في المحصلة النهائية إنه أنتم متعادلين. الآن هنحسمها، لاعب منكم حيختار واحد من زملائه يشيله فوق ظهره وحيعدي نفس المراحل من جديد، الثالث حيكون هنا موجود لاستقباله من الفتحة، تمام؟ اللي موجودة هنا. يا محمد أول ما تأخذ الإشارة، أول ما ينزل العلم اطلع. واحد اثنين ثلاثة، فوق الكتف ولا كذا عادي؟ خلاص بدأت. ممنوع، ارجع 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 ارجع. اي لمسة من رجلك بالارض بترجعك البداية. انتبه يا عبد الباري، لا تلمس برجلك، لو لمست برجعك من البداية. والله يعني عبد الباري ومحمد بدأوا يعملوا مجهود كويس، محمد مش قادر يحافظ على توازنه، بيحاول لكن الطين والله مشكلة. أنا شايل هم الفريق الثاني لأنه أوزانهم أثقل بكثير من عبد الباري. يلا عبد الباري ومحمد، عبد الباري، عبد الباري ومحمد. أمير إيش رأيك؟
صعبه مش قادر من اول يطلع الخشبه. ليش؟ عشان الطين. يلا 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 بسرعه بسرعه. حلو حلو. ابعد من البلوك. يا سلام. ارجع من بدايه الخشبه من بدايتها من بدايتها. دقيقتين مرت. محمد حاول حاول يا محمد حاول يا محمد مره ثانيه. يا سلام يا سلام. حلو حلو. ابعد من البلوك يا محمد. يا سلام. اها بدأ يعدي. دقيقتين وخمسة وعشرين ثانية. عبد الباري ومحمد عبد الباري ومحمد عبد الباري ومحمد بيعدوا. عدوا والله البلوك. عدوا الخشبة. الآن بيعدوا المرحلة الثالثة. يعدوا من الشبكة العنكبوتي. لو لمس لو لمس حتحسب نقطة ضدكم. لو لمس حتخصم منكم ثواني. انتبه ما تلمس انتبه ما تلمس الشبكة العنكبوتية. لو صفرت مشكلة لو صفرت مشكلة. يا شباب يعدي يعدي يعدي. روح بسرعة عدي يا محمد. الوقت محسوب. لما تلف يا محمد بيظل الوقت. ثلاث دقائق وثمان ثواني. ثلاث دقائق وثمان ثواني. حمزة إبراهيم مستعدين؟ ابدأ. وأمير بيحسب الوقت. أمير شملان. وحنشوف كم حياخذ منهم الوقت. جايين على أول نصف دقيقة. جايين على أول نصف دقيقة. يا شباب إذا لمست الأرض حترجع من بدايتها. إذا لمست الأرض حترجع من البداية. معانا مرتين ملل. يلا زي الشباب مرة ثانية برجعكم من البداية. يلا برافو برافو. لا ماش على البلوك على الخشب مباشرة. يلا الوقت الأخير. الوقت الأكثر بالنسبة للفريق الأزرق هو استهلكوا في مسألة الطلوع للخشبة الثانية. الفريق الأصفر ماشيين الآن برتم كويس. دقيقة واحدة حتى الآن وتقريبا عدوا نصف المهمة. الآن حنشوف هل حيعدوا الأصعب اللي الخشبة الثانية ولا لا. هل حيعدوا من العائق الأصعب اللي هو الخشبة الثانية. هي الصعبة هي الصعبة. لا 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 ممنوع تحط رجلك يا حمزة. هذا آخر انذار يا حمزة. مش على البلوك يا إبراهيم. مش على البلوك. لا تدعس البلوك. ممنوع 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 الدعس على البلوك. وممنوع يا حمزة تحط رجلك. الآن عدت دقيقة ونصف. لا تدعس على البلوك. لا تدعس على البلوك. يلا يا شباب صعبة صعبة صعبة. بسرعة بسرعة الوقت بيمر عليكم. إبراهيم وحمزة الوقت بيمر. استعجلوا. يلا يلا حاول تمشي حاول تمشي. أنا أشوف يمشي بالعرض. يا سلام ما قدر. هذه مخالفة يا حمزة بتنحسب عليكم بتكلفكم وقت. يلا يا إبراهيم إبراهيم يا حمزة ارفع رجلك. حمزة ارفع رجلك. حمزة ارفع رجلك. يلا ارجع 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 يا حمزة. لا ترفع رجلك. يا لا حمزة لا تحط رجلك على الخشب. اها رنت رنت. الله 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 الله. ثلاث دقائق بس بقول لكم كم النتيجة النهائية لأنه حتكون مفاجأة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام خلنا نطلع فاصل وبعد الفاصل نعرف مين الفريق الفائز في الجولة الثانية اللي كانت حاسمة ومتعبة للفريقين وخاصة اللوحة الثاني. وبعد النقاش أنا والحكم حنقول لكم مين الفريق الفائز. خلوكم معنا.
إذا مشاهدي الكرام، عودة إليكم مع دالين ومع أمير محمد شملان. وأمير كان معي حكم في الجولة هذه، طبعا بعد نقاش أنا وأمير القرار هو كالتالي: الفريق الأزرق قطع المسافة في 3:08 وبدون ارتكاب أي أخطاء، بدون أي أخطاء. الفريق الأصفر قطع المسافة في 3:24 وبارتكاب 3 أخطاء. هذا يعني أن 150,000 في الجولة الثانية راحت لسامر وعبد الباري ومحمد. مبروك. المرحلة الثانية كانت يعني مرحلة ثقيلة على المرحلة الأولى، صعبة. الحمد لله يعني تزنا كانت طاحس فوق الأخشاب. أول شيء كان يعني شخصين يتحمل شخص، وبعدين رجعنا شخص يتحمل شخص، بس يعني مسيرة الخشب تزنا الحمد لله. المرحلة الثانية كانت في البداية سهلة، لما كنا 2 حاملين شخص واحد كان يوقعنا إحنا، وكنا نمشي بأريحية أكثر. بالمرحلة الثانية، التحدي الثاني في المرحلة الثانية لأنه كان شخص واحد وكان الطين كثير على الألواح، فكانت صعوبة أنه يطلعوا في واجهوها الفريقين أنه يتحصوا وما قدروش يوصلوا بسرعة، وكمان حق الشبك كان نوعا ما صعبة شوية. الفريق الأزرق حيبدأ الجولة الثالثة، جاهزين؟ جاهزين. اللعبة الثالثة والأخيرة في حلقة اليوم من ماتش التحدي، تعرفوا تسوقوا دراجات؟ لا أعرف، بس لما شفت ما أعرف. ها؟ لما شفت مع الطحس اللي ما أعرف. أيوة، لا لازم تعدي من فوقها، ومسموح لكل لاعب إنه يسقط من فوق الدراجة 3 مرات. تمام؟ يرجع. لكل لاعب 3 مرات يسقط من فوق الدراجة. مسموح انه يسقط 3 مرات. جاهزين يا شباب؟ خلونا نطلع فاصل مشاهدي الكرام، وبعد الفاصل نرجع للجولة الأخيرة والحاسمة من ماتش التحدي هنا من وادي الضباب. خلوكم معنا. استعداد يا محمد؟ يبدأ محمد الآن بداية كويسة. الرام جاهز. حلو، هذه أول محاولة. يبدو أنه أنت بحاجة إلى سرعة يا محمد في الانطلاق. أسرع أسرع أسرع. ما زال المعاناة في البداية، وهذا السقوط الأخير. معك المحاولة الأخيرة، إذا سقطت طلعت برا اللعبة. وهذا السقوط الأخير لمحمد، وبالتالي يخرج من هذه الجولة. معليش، الآن الفريق الأزرق. سامر ينطلق الآن. ينطلق الآن سامر. برافو يا سامر، أسرع. حلو، المحاولة الأخيرة والثالثة. سامر يحاول في محاولة ثالثة وأخيرة، وينطلق. ينطلق. برافو يا سامر، برافو. 5 4 3 2 1. برافو يا محمد، برافو والله، قربت يا محمد. لو كان عديت للأخير. يلا إبراهيم تحرك، روح. هذا السقوط الثاني، باقي معك المحاولة الأخيرة. يلا انطلاق 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 يا إبراهيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ستوب، خلاص. المرحلة الثالثة الصعوبة كانت في الطلوع في الدراجة مع التواير فيها الطين، والرطوبة كانت تعمل انزلاق للدراجة وصعوبة في التحكم فيها. الصعوبة الأكبر هي كانت الطين الوحل اللي هو الماء، والصعوبة اللي هي الثالثة
الذي طحس في به من فوق الخشبة. الحمد لله تعورت بس الحمد لله سلامت، ما فيش حاجة، ما فيش كوس، ما فيش شيء، الحمد لله رب العالمين. طين كم فوق الخشب، وهذا صعب والله. كنت تمام. الآن بعد الحصل هذا صارت النتيجة إنه في فريق فائز وفريق خاسر. تعال يا سامر. عادي نقسم الجائزة نصين، نستش يعني الباقيين تعوروا ويصابوا، راح نقسم الجائزة نصين للفريق الأزرق والفريق الأصفر. لا لا، هذه الروح الرياضية من سامر، هذا شيء مفاجئ بصراحة. هذه مفاجأة من سامر، يعني كان فريقهم فايز على فكرة بمئتين ألف ريال، لكن سامر لأنه من أهل الضباب اللي هم مشهورين بالكرم وبالنخوة وبالشهامة، قرر أنه يقسم الجائزة مع زملائه وضيوفه اللي جايين من المدينة. برافو يا سامر، هذا منك قرار ولا مع زملائك؟ قراركم هذا، والله برافو عليكم. إذن الجائزة بالتساوي حتكون 125 ألف لكل فريق، إضافة إلى الخمسين اللي معاكم حتصير 175 ألف ريال. والفريق الثاني كان معاكم في رصيدكم كم؟ 200 ألف، وضيف فوقهم 125 حيصيروا 325 ألف ريال لسامر وعبد الباري ومحمد، مقابل حمزة ومحمد وإبراهيم معاكم 175 ألف ريال، يعني 180 ألف ريال تقريبا. ألف مبروك يا شباب، ألف مبروك الجميع. طيب يا شباب، 175 ألف ريال جائزة الفريق الأزرق، ألف ألف مبروك، مقدمة من اسمنت الوحدة، ألف مبروك يا إبراهيم، شكرا لكم. 325 ألف ريال للمناضل والشهم سامر والفريق اللي معاه. من ناحيتي أنا أقول شكرا، شكرا أهلنا وإخواننا من وادي الضباب، أكرمتونا شرفتونا ودعمتونا وكنتم معانا سبب من أسباب نجاح الحلقة اليوم. ألف شكر لكم، والله لو أشكركم للصباح ما تكفي. مشاهدي الكرام، الحلقة الجاية نشوفكم على خير، إلى اللقاء. ايه